يمقبل انقتلت مرتو برنيس الزوجة رودريك كسار قال للتفل الزير تياو لكن سي سبيتشال هابس انهرج في الأورتيا كيف كومبليت الكومبلاتسيوني في الكونفرونت تا رودريك كسار اللي ينصب مشلي بالقتيل تا مرتو في نوفمبرو اللي عدا وقد نستدوتا شهدت أخت الفيتما أليسيا تشيليا بورتيلي لقالت للفيولنسا فوق أختها ما بديت شفتيت قبل لو ميشيديو إزدا من سنين قبل ركونتات لداربة منهم متى الكوبيا كانت تيش في المكين رود الكسار بدا يصبت بستولة فوق الميدا ويددها لشي داربة كان سيقتل بيها أخت الفيتما سبيقات البزا اللي كانت تيش فيها أختها فستم لمتى تهرج من الدار كانت هارز بش تكون شرطة لطريق إيا سكورة أخت برنيس ركونتات نمرو تدرابي متى الكوبيا كانوا يتجيلدو تانت اللي كانت مدرابي فين إيا سكرت في الكاميرا تطفال أش كانت تبزا منو على تكون لهافنا درابي لكوزات كان يوزا للأوليدهم بش يمانيبولا للفيتما هل تخصى هزين لتلقيتو انت قال لي ضربة منهم أنك كانت دات للفيتما لهاي باتوال رابا والهبيب تحها